إذا انت لما رفعت الغطاء أيوة. عشان نفوق اصحى بقى اذا عملت لو دوز ينهبت لي يسوي هبت بس ترومبوكسين اي 2 بس كده ما يسويش سايكل اوكسجينيز هنا لانه لو سايكل اوكسجينيز يبقى هيمنع كله البروسا سايكلين هو يبقى هنا سيلكتيف لي ترومبوكسان اي 2 تمام ده طب احنا ليه لما بيكون عندنا هنعمل مثلا توس اكستراكت مثلا بالديسكونتينيو الاسبرين 1 ويك بيفور ذيس اوبريشن ايه السبب هذا السبب عشان ايش ما يصير بليدنج ما هو واي ليه عشان ايش بلاتلتس في الهاف لايف فعشان بتكون جديد فلو يعني مام كرييتد الهيمتروكسين 10 ايام مين صنع تمام هذا اي ريفرس لان البليتد مام كرييتد ما بيعملش ريسنسز للانزيمز فيبقى اللايف سبان بتاعتها فتره معينه بنفترض ان الفتره دي كلها تعدي عليها تمام هي مكتوبه غلط في التولانه اكاديمها يعني ما بقولك مكتوبه واضحه يعني بنقول بقى إيه خلاص يبقى احنا كده عرفنا الاسبرين عرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الدوز بتاعته هنا بنتكلم على ادفيرس افكت مش يعني انا مش هجيبها لان انا مش يعني ما هياش موضوعنا يعني الاسبرين انتوا درستوه قبل كده في سنه اولى في النون ستيرويدال والستيرويدال والنون ستيرويدال المفروض ان انت يعني اتسالت فيها قبل كده في المعلومه بتاعه الادفيرس افكت دي فمش المفروض ان انا اسالك تاني في معلومه انت نجحت فيها خلاص وعديتها بس حد برضه يفكرنا ب على الاقل ثلاث حاجات كده من النون ستيرويدال الادفيرس افكت الكالسر تمام الدراوزنس ايه لا الثانيه ايه ما سمعتش الدراوزنس دراوزنس هيديك نوزيا طيب في اثنين مهمين قوي ما الكالسر ستانك بليدنج مثلا النقطه الثانيه النفروباسي نفروباسي هو المشكله حتى الناس العامه يعرف يقول لك ده النون ستيرويدال بتتعب الكلى يعني الناس العامه حتى عارفه المعلومه دي انها بتتعب المعده وبتتعب الكلى فيبقى الاثنين دولت الواحد ما ينساهمش ان انا هو ممكن يعمل جاي بليدنج ونفروباسي فلا الاثنين دولت اكتر اثنين ما يتنسوش بعد كده بقى ممكن نقول اي حاجه من الاشياء الثانيه ممكن بلاتلت اجريجيشن النون سيلكت تندنسي لبليدنج ماشي ممكن يبقى كده تمام طيب البيشنت كود نوت توليريت لونج تيرم تريتمنت ويز اسبرين في ناس لما بتاخد الاسبرين حتى لو في سمول دوز يبدا دايما معدته تبقى تعبانه طبعا هو في موجود في الماركت حاجات بيقولوا عليها اللي بيسموها انتستينال كود اللي هو القرص الاسبرين معمول له كود معين هذا الكود ما يدوبش الا في الانتستين فبيعدي على موضوع الجزء اللي هو اليودينم والاستومك وينزل في الانتستين فبيعدي القصه دي الانواع بتبقى افضل من الانواع العاديه انما عامه في ناس ما بيحصل لهش ارتياح على الاسبرين فالدكتور كتب له ما نسميه الكلوبيدوجرام بيقول لك وات از ذا دوز وسيبك من الدوز هاو ات ورك تو اتشيف اتس بينيفيشال افكت الكلوبيدوجرام هيشتغل ازاي قولها زي حاجه بقى النهارده ريفيرسبل اذا انت كنت سرحان الكلوبيدوجرام بيشتغل ازاي ريفيرسبل بيندنج بيشتغل اي دي بي صحيح الكلوبيدوجرام بيشتغل ازاي زياده سلطان من واحد هو نفسه اللي على بلوك اي دي بي ريسبتور اتلخبط بلوك اي دي بي ريسبتور بلوك بقى صح كده امال مسؤول ليه ايوه بلوك الاي دي بي ريسبتور تمام احنا بلوك الاي دي بي ريسبتور طيب وات دراج اذر زان الكلوب مين من نفس المجموعه زي الكلوبيدوجرل ممكن نستخدمه هو التكلوبيدين 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 عيبه ايه ان هو بلوك الاي دي بي لا مش عيب الليوكوبينيا قلت لك دوت زي ما قلت لكم هو نزل في الاول وكان شغال كويس جدا وبعدين لقوه بيعمل نسبه يعني الى حد ما من الليوكوبينيا كان حوالي 0.5% نص في المية مش قليل نص في المية معناها ان كل 200 واحد يجي له الليوكوبينيا حاجه مش سهله يعني تقريبا ما عادش بيستخدم دلوقتي بقى اللي موجود يعني اللي هو الكلوبيدوجرل اللي اسمه البلافكس في السوق من اشهر الادويه اي مريض قال لازم هيكون عدى عليه الكلوبيدوجرل او اي واحد هيعمل تدخل
بقسطره او بعمليه او باي شيء ما فيش دليل ان لازم يتكتب له البلوك اللي هو الجلافكس في السوق، هو ده غالي شويه انما لازم يتكتب. طيب ايه تاني ناقص في موضوع الانتي بليتلت ممكن نراجعه مع بعض؟ الانتي كوجلنت. لا احنا لسه هنتكلم الانتي بليتلت اللي لا انا بتكلم على الحاله دي يعني غطى ده اللي ما تغطاش هي الدراجز اللي بتشتغل على جي بي جي بي هم ثلاث اسماء صعبين شويه بس احنا لازم نعرفهم لان هم احيانا بنتزنق في اسئله الام سي كيو فالواحد ايه ففي سؤال من الاسئله برضو اللي ساعات تيجي يقول لك مين من اوف ذا فولوينج دراجز از فايبرينول از انتي لو هاز انتي بليتلت اجريجيشن افكت يعني ويتقال مثلا بعض ادويه كده ما لهاش علاقه ويتحط واحد من الثلاثه دول. هو سؤال بيبقى بصوا لما انا شخصيا لما باجي انقي اف سي حد قال لي هات لي 10 اسئله ام سي كيو على البروك الخاص مثلا بكذا يعني فالاسئله اللي بتتحط يعني لا انا من الناس بتكلم على نفسي يعني لازم اوزن الامتحان اللي انا بحطه اوزنه يعني ايه في اسئله تبقى فيها اسماء عشان يعني مثلا لو هم 10 ما يزيدوش عن 2 اللي هو يقول اعرف هو عارف الاسماء يعني يختار اسم. وفي اسئله تخص الميكانيزم بنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن الخاص بالدراج وسؤالين ثلاثه على الادفيرس افكت يعني انا عايز اقول مش معنى يعني لما يعني مش بنختار عشوائي لازم لما اجي اختار اسئله يبقى الطالب اللي بيركز على الاسماء هيلاقي اللي هو الطالب الشاطر هيحل كله لازم اعرف هو عارف الاسماء ولا لا عارف الميكانيزمات ولا لا عارف الادفيرس افكت ولا لا فالام سي كيو ما بتبقاش نازله بالنسبه لي عشوائي لا لازم تكون مغطيه النقط دي كلها فانا عشان كده كل ده بقوله ليه ان انا ممكن ابقى محتاج اجيب سؤال في اسماء او معامل حاجه زي كده ليه عشان برضه ادي للطالب اللي هو حفظ الاسماء ميزه ان هو يبقى اعلى درجه من اللي ما حفظش الاسماء. نيجي في كيس 3. كيس 3 بيقول ايه؟ 72 سنه اولد ميل بريزنتد ات ذا هوسبيتال كومبلينينج اوف سيفير بين في الليفت ليج فولوينج الونج درايف ويز مينيمال ستوبينج Venus Doppler ultrasound of the lower extremity also revealed extensive deep vein thrombosis in his left lower leg. هو عنده DVT deep vein thrombosis. الراجل سنه كبير قاعد يسوق العربية فترة طويلة وما نزلش منها فجاله deep vein thrombosis. وده اللي احنا الحكاية دي deep vein thrombosis دي ننصح طبعا واحد مسافر بالطيارة مثلا بنقول له كل ساعة حاول تقف ما تقف ان شاء الله يقف في مكانه. برضو في فترة طويلة كل ساعتين حاول انك انت تتحرك تنزل من ان شاء الله تنزل وتركب تاني. لو واحد عمل عملية المفروض في اول 24 ساعة بيقولوا للمريض قوم اتحرك كل الحاجات دي يعني بس عشان هي عشان ما يحصلش الديب فين ترومبوزيس. وطبعا بتزيد لو الانسان اوفر ويت عنده دايابيتس عنده هايبر ليبيديميا الحاجات دي بقى بتزود الريسك بتاعك او اولد ايج طيب هنا او ديهيدريشن عشان كده بعد في الحر لازم يبقى برضه بيشرب ميه. الحاله هنا بيقول لك بقى ايه؟ انت هتدي للشخص ده ايه؟ هو جاله ديب فينس رومبوزس وات دو يو بريسكرايب تو تريت ذيس بيشنت؟ ويقول له الانسر احنا عندنا له انتي كاتو. احنا اتفقنا البروتوكول ده مكتوب في عندهم كده مكتوب البروتوكول ده البروتوكول النمطي انما مش هو ده لازم يمشي في كل الاحوال يعني ممكن واحده حامل مثلا يبقى هتاخد هيبر فقط بالظبط كده مش في كل الاحوال انما نفترض في حاله زي كده هياخد هيبر وورفه الاثنين مع بعض لمده يومين وبعدين احنا بنوقف بالحاله دي ونكمل على الورفه. السؤال برضو اللي هو ممكن يسال اكسبلين ان انا يعني سبب اللي هو جاستيفاي الانسر ايه السبب انك انت يعني كلمه جاستيفاي انا بحب اكتبها عشان اشوفك انت عارف ولا لا فانت المفروض لو جاستيفاي هنا بس عايز واحد لوحده يقول قول يا زياد لان عندي الهيبارين الورفين ديد اونست يعني تجي يومين لما يشتغل كده اعتمد على الهيبارين لما يشتغل الورفين هو الايديا الانسر هنا ان انا اقول ان الهيبارين له رابد اونست وان الورفين ديلي في الانسر و يا
يعني هنا لو انت قلت كده انا يعني خلاص، انما انا عاوز اعرف ليه ليه الورفانين دو ديلي اونست، ده سؤال لوحده. انا بقسم جماعه الورفين يكونوا كده الانتي كلونال الفاكتورز موجوده مصنع. تمام. فعلى ما على ما يسوي اللايف سبان بتاعها يعني 4-5 ايام بتاع المريض لحد ما يسوي الهيب للبطن. ده كلام جميل. هو كده تبقى احنا عرفنا النقطه كلها بتتكلم الدوزس ماشي اوكي، مش هنقول بقى فيها حاجه. احنا هنا بنوصل عرفنا احنا ليه بندي الهيبرين والورفين مع بعض. المونيتور مهم اقول مونيتور لو يجي بيجي يعني هاف دو مونيتور يور ثيرابي ان ذس كيس وات ار ذا تارجت فاليو للاي ان ار. ده بصفه عامه يعني ايه الاختبارات اللي انا ممكن اعملها بقى فيها هو الاجابه الصح لو انت عاوز عشان تبقى انت عشان تاخد فول مارك في الاجابه زي كده هتقول لي الاثنين بتوع اللي خاصين بالهيبرين والاثنين الخاصين بالوارفرين الليبر اللي هو اكتيفيتد بلس بلاستين تايم بلاستين تايم وبعدين هنا في البروثرومبين تايم وفي الاي ان ار. الاي ان ار هي رفل عباره عن ايه؟ النورمال ثرومبين تايم للبيشنت على النورمال على النورمال. والمفروض ان انا اثنين الى ثلاثه من اثنين الى ثلاثه اذا اقل من اثنين ازود اكثر من ثلاثه اقل. ده كده زي الفل.